لكن عايز اقول لكم الاهلي بيخوض مباراه وديه خلال توقف الدوري. الكابتن محمد يوسف المدرب العام القائم باعمال مدير الكره قال ان هو هيخوض الفريق مباراه وديه خلال فتره التوقف الحاليه اللي بمناسبه انشغال المنتخب مع في مباراتين مع سوازيلاند. الاهلي هيستعد من خلال المباراه الوديه اللي تم الاتفاق على ضروره ادائها لكن لم يتم تحديد طرفها بعد قبل السفر للجزائر ان شاء الله لمواجهه وفاق سطيف المباراه المهمه والمرتقبه يوم 23 هذا الشهر في مباراه العوده لقبل نهائي ابطال افريقيا. كابتن محمد يوسف قال ان في اتصالات مع عدد من الانديه المحليه لاختيار احدها لخوض هذه المباراه والهدف تجهيز بعض اللعيبه اللي عائده من الاصابات وتجريب القوة الأساسية يا باشمهندس قبل السفر. يعني يجب أن نستغل هذه الفترة بالشكل المناسب وخصوصا أن ربنا رزقنا بماتشات الكاس ورزقنا بماتشات التصفيات العربية عشان نحط أصابعنا على بعض حلول الأزمات التي تواجه الأهلي. الفترة دي كمان بإذن الله نسترد بها بعض المصابين من مستشفى الاهلي لعلاج اليوم الواحد لعلاج الموسم الكامل او الموسم الكامل ما في الحالتين ما فيش عندك يوم واحد ابدا فرصه انك انت تسترد بعض اللاعبين وتركز على بعض الاجابات اللي ظهرت لك من خلال الماتشات الماضيه وهنتعرض لها باذن الله في حين. طيب الاهلي بيصطحب كل قوته ان شاء الله الى الجزائر وكمان عايز ياخد معاه عم محمد الدالي الشيف الكبير للنادي الاهلي. يا عم محمد الدالي ده ما يضم لجهاز الكوره وخلاص بقى ما هو معاهم على طول. هيسافر مع البعثة عشان يجهز للعيبه كل احتياجاتها الغذائيه ان شاء الله. الاهرام المسائي بتقول الاهلي بيفتح ملف ازارو وانه في اصوات بتدعو لرفض بيعه في يناير واللاعب يتمسك بالرحيل لا يفتى ومالك في المدينه. يعني خلي الامور في سياقها لم يأتي إلينا أي عروض عشان ننقص هذا الأمر ولكن مش معقول الأهرام المسائي بشكل يومي بترصد مين اللي عايز يمشي ومين اللي مش هيجدد ومين اللي غضبان. مش معقولة يعني حبايبنا وإخواننا وكل حاجة بس كده بقت عايزين نسألهم يعني هات لي كم خبر غير ده موجود في الصفحه عندهم مين ماشي تاني من انديه تانيه. قالت لك بقى الاهلي يطارد النجوم محاولات لحسم صفقات رمضان والمتولي ومحمود في يناير. ده يعني في ناس هتمشي واحنا بنطارد النجوم. نشكرهم على هذا الحرص على متابعه الاهلي.